فنان. بويا كان شيك قوي، بصي الجزمه بتلمع وفيها فيونكه. الله يرحمه طول حياته كان كيوت ويحب الفيونكات قوي. بصي شمي ريحه رجل بابا. عارفاها يا حبيبتي ريحته فيها. هو كان يعني موصيني اشممك. ايه ده؟ دي ماتت كمان. خلصنا منها. عقبالكم انتوا كمان لما تموتوا ونخلص منكم ومن حلاوتكم اللي تجزع النفس دي. مين دي كمان اللي مغمى عليها دي وهي محلوه كده؟ ايه القرف ده؟ انا فاتني كتير. لا يا حبيبتي لسه بدري على رحله مطروح. عقبالك يوم ميلادك لما تقول اللي شغال بالك يا بويا. ترى ترى يا بويا. ترى ترى عقبالك يا بويا. بس يا اختي انت وهي بس يا حبيبتي يلا اتكلوا على الله. يا ساتر يا حبيبتي ده مش عيد ميلاده ده مماته. ايوه ما احنا بنحتفل بالاتنين مع بعض. شالوا حبيبي كان موصيني انه لحد يصوت ولا يولول عليه. هو احنا صوتنا ولا ولولنا؟ ده احنا هنزغرت. شفتي يا اختي اخره الكذب ايه؟ ادينا لفينا لفينا ورجعنا للبدروم تاني. ادينا عشنا يومين حلوين. طب احنا هنعمل ايه مع سعد والليسي؟ بصراحه كده انا اعجبت بسعد. لا يا حبيبتي دول مش بتاع الحب، دول بتاع يومين وبيخلوا. عادينا احنا خلعنا قبل ما هم تخلوا مننا. لا سعد مش بتاع الكلام ده، سعد غير كده خالص. انا كمان صعبانة عليا الليسي اللي بتاخد على عفاها كل الافلام. بس هنعمل ايه برضو؟ احنا فين وهم فين؟ احنا فين وهم فين؟ عمرو على التليفون يا فنان. الو يا عمرو. عمرو مين؟ عمرو اديب عايزني ببرنامج. اسمع يا عمرو عشان تصوروا معايا تنور لي الهرم زي ميسي. ميسي ايه وينوروا لك الهرم ايه؟ بقول لك شهير وبهير هيدوع مننا ما بيردوش علينا يا جدع. عشان ابوها ميت ومش هيردوا عليك الا بعد الاربعين. ده كونوا اتجوزوا وخلفوا يا جدع. روحوا واجهوهم. ما ينفعش يا اخوهم متخلف عقليا. نطوا من على السور وكل شيء مدروس. امان يا صاحبي. امان يا صاحبي. وما فيش حد ولا ايه ظهر يا عم انت؟ يا عم انت الشمس كلتنا. دينا قاعدين احنا ورانا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مين دول؟ شكلهم كده بتيس بيبي سيتر. بتيس بيبي سيتر؟ يعني ما انت لو كنت اتعلمت ولا دخلت مدارس كنت عرفت انا بقول ايه؟ بتيس بيبي سيتر يعني خدامات شغالات. انا قلت عليهم كده برضه. شكلهم بيدي كده. يا حفيظ يا رب على دي اشكال. ومين الدبابه اللي ماشيه دي؟ عارف؟ وبعدين بقى يا عم سعد الليل ليله جدع والعيال دي لسه ما ظهروش. تفضل طول عمرك غبي غبي غبي. بنتين وابوهم ميت هيكونوا فين؟ اكيد جوه الاوضه وبيقطعوا شارين ايديهم. انا بعد الشر عليهم يا جدع. انت يا جدع احنا كنا عايزين نشوفهم. بس بقول لك ايه يلا بينا نمشي. نمشي نروح فين؟ احنا وراهم هنطلع لهم البلكونه. نطلع لهم البلكونه؟ طب اتفضل نط. لا لا انت الكبير انت اللي تنط. لا انت الكبير مش انا، انت اللي اتفضل تنط. والله انت الكبير يا حبيبي. تعمل ايه؟ يلا نط اخلص. بقول لك ايه؟ احنا قاعدين مأجرين الفيلا، اسمع كلام انا، اسمع كلام. تفضل طول عمرك غبي، غبي غبي. لا تفهم يابا، المنورلات لازم تجيب شغاله قبل النوم تلعب لها في شعرها، ولما تصحى من النوم تطلع على صباحك. امال فين بقى اولاد المليونير؟ نايمين تحتيهم بس مش باينين. ده تلاقيهم فطسوا يا ابني. يلا بينا نخلع. يلا بينا. مش هتقدر تغمض عينيك.